السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي ندير واحد الطويجين ديال الكفتة والمطيشة، كيجي بنين، تيجي فريمون ممتاز ورائع، ودغيا دغيا خفيف يعني فيت فيت يوجد، ما تنحتاجوش وقت بزاف. عندنا هاد لاصوص طوماط، الا درناها مزيانة هاد الطاجين هذا راه كيجي ممتاز. ندوزو للمقادير. هنا عندنا الكفتة راها مع البصلة مخلطة، وعندنا التوابل ديالنا اللي غادي نحتاجو في هاد الطاجين هذا. عندنا الربيع بيان سور، القزبر والمعدنوس تعطي واحد المذاق رائع. عندنا البصله، عندنا المطيشه اللي هي محيده لها الجلده ومقطعه بهذا الشكل صغير، وعندنا لا كونسونطري حتى هي داك الحك اللي هو تيكون ديال لا كونسونطري ولا بيغي الا كان متوفر. غادي نبداو بسم الله على بركه الله. هنا غنزيد شويه ديال الملحه على ديك الكفته اللي ديجا درت معها ديك البصيله، وغادي نزيد شويه ديال البزار على حسب الذوق، يعني ما تكتروش بزاف د البزار. هنا عندي سكينجبير حتى هو واحد الشي شويه، وهنا الكمون سيركوما، نحاولوا نكترو شويه من الكمون لان تيجي ممتاز مع هاد لا فيون داشي. وهنا عندنا شويه د البابريكا، واللي تيبغي الحار يزيد هنا واحد شويه د الحار، ولا يقد يزيدو مع لا صوص طوماط من بعد. عندنا القزبر والمعدنس حتى هو غادي نزيد نص مع الكفته، والنص الاخر غادي نخليه مع ديك لاصوص ديال المطيشه، ونخلط هادشي كامله هو بهذوك التوابل، خصهم يدخلوا مزيان في الكفته. وغادي نجي لداك الطاجين ديالي، غندير واحد شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نزيد عليها هذيك البصله ونخليها تحمر واحد الشي شويه، واحد خمسة ديال الدقائق على خاطرها. وهنا غادي نزيد ديك المطيشه حتى هي، وغادي نخليها تقلى مع ديك البصيله، ترخي داك الماء ديال المطيشه حتى هو تيجي ممتاز مع الطاجين هذا. واحد جوج حتى ربعه ديال الدقائق فاش كنشوفوا هذا الشكل هذا، تنزيدوا هذاك جوج معلقات ديال المطيشه دلا كونسونطري. وهنا عندي لا بوري ديال المطيشه، هذه مزيانه هاد لا بوري، هذه تتقل لاصوص ديال المطيشه وكتعطي واحد المذاق ممتاز لهاد لاصوص. غادي نزيدو داك الربيع ديالنا كوريون دو بيرسيل، وغادي نبداو في التوابل. هنا عندنا شويه ديال الملحه، دونك على حسب الذوق، معلقه صغيره راه كتجي كافيه، نص معلقه ديال البزار، الكمون حتى هو. هنا عندي شويه ديال كركما الخرقوم، وهنا بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار تنضيفو واحد شويه. هنا خص العافيه تكون ما مجهداش، غادي نبداو نحركوا هاد لاصوص طوماط ديالنا غير بشويه اي بالعقل، وراها كتجي كتشهي بنينه. انا كنزيد لها واحد شويه ديال الماء باش نزيد نخليها تقلى على خاطرها، وشويه ديال الثومه، وبعد ما تقلات لنا ديك لاصوص طوماط ديالنا غادي نجيبو ديك الكفته ديالنا اللي درناها كويرات، ونبداو نحطوها غير بالعقل غير بشويه بهذا الشكل هذا، يعني شكل دائري، باش من بعد انا ما غاديش نقيسو ديك لاصوص طوماط، نخليوها طيب حتى الكفته حتى هي باغي، نخليوها طيب، نسدو عليها الطاجين ونخليوها طيب على خاطرها. واحد 10 دقائق راه الطاجين ديالنا تيكون واش تبارك الله، وراه الطاجين هذا كيجي بنين 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 بزاف، وساهل ودغيا تيوجد، راه ما تيتطلبش واحد الوقت اللي هو كتير. وهنا غنسدو داك الطاجين ديالنا ونخليوه يطيب على المهل، يعني العافيه خصها تكون ناقصه ومهيله باش هذيك لاصوص طوماط ما كتحرقش، كيطيب على خاطرو. وشوفوا تبارك الله كي كيجي، شوفوا روعه روعه وبنين. فوالا راه هذا هو الطاجين ديال الكفته بالمطيشه. كاين اللي كيبغي يخلي هكا يعني فيون داشي صوص على طوماط، وكاين اللي كيبغي يضيف عليه البيض، حتى مع البيض تيجي زوين تيجي ممتاز. يعني الطريقه سهله، كما غيوجد هذا الطاجين هذا غنجيو نهرسو عليه كيلكو زو يعني بهذا الشكل هذا. هنا بعد ما زدنا داك البيض ديالنا غادي نسدو داك الطويجين، وغادي نخليوه يطيب واحد 4 ديال الدقائق، النار خصها تكون ما مجهداش تو دوسمون. وهذا هو الطاجين ديالنا تبارك الله، راه كيجي ممتاز. هنا راه كتشوفوا زدت واحد شويه ديال
القزبر والمعدنوس في التالي، وهاد الطويجين هذا راه ساهل وتيجي بنين بنين بزاف تبارك الله. وتنشكركم بزاف على لي كومونتير والتشجيعات ديالكم، ميرسي بوكو على لي لايك، هادشي كيزيد يشجعني باش نزيد نعطي اونكور اي اونكور دي روسيت في هاد القناة هادي ديال هشام شيف تي في. ميرسي بوكو.